تيتش اللاعب الصربي اللي كان مصاب وعولج في هذه اللحظات. لمسة على طول الركنية اتلعبت قصيرة، إنسينيا إلى اللاعب زونيجا، رأسية جول، رأسية جول، إيجواين، إيجواين، إيجواين يتألق هنا في هذه اللحظة، اللاعب جونزالو إيجواين بيولع الملعب، يولع الملعب أمامنا هنا، اللاعب اللي بيسجل وأمامنا هو الاستلام، وشوف زونيجا عملها جميلة جميلة، وإيجواين يقطع ويلعب الضربة الرأسية هنا ويتفوق على مارسيل شميلزر ويضعها على يسار الحارس. شوف براعة اللاعب إيجواين اللي سجل في هذا الموسم، في قبلها أصيب هاملز وقبلها طرد المدرب يورجن كلوب، وكان خرج لاتشكوفسكي ونزل الحارس لانجاريك وأومو بيونك وأمامنا في هذه المرحلة مع نابولي، والهدف عن طريق إنسينيا 2-0. شوف الهدف الجميل يا ولد يا ولد، في المقص صعب 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 صعب. هذه لورانزو إنسينيا أمامنا يضعها في المقص الشمال، والجماهير شوف شوف الاسم، اسمعوا الاسم اسمعوا الاسم، شوف المذيع الداخلي خلي الملعب يولع. 2-0 نابولي، وفعلا فعلا يستحق هذه الصوره كل اللقطات لهذا المدي حتى الان في لقاء اليوم. سفان بندر، سفان بندر امامنا في محاوله، هذه كره عرضيه، اللقاء القادم نابولي هيلعب في الاميريتس مع نادي الارسنال يوم 1 اكتوبر. شوف امامنا نتابع مارك ريوس امامنا، هل متسلل يلعب عرضيه او موبيونج زونيجا، زونيجا النيران الصديقه زونيجا يسجل بالخطا في مرمى ويحاول رينا. ادي امامنا بقى هدف، ادي هدف عن طريق زونيجا احد ابرز نجوم اللقاء، واقف غلط، ابعد الكره بشكل خاطئ، خشى ان تمر الى اوبو بيانج، ولكن كره ترتطم في القائم، حاول عليها رينا، تجاوزت الخط. ادي امامنا مارك ريس العرضيه، وشوف هنا بقى زونيجا عملها بكعبه بشكل خاطئ، يدخل الى داخل المرمى، هدف صحيح، هدف عن طريق امامنا اهو زونيجا النيران الصديقه يشيل بكعبه، خطا كبير قوي من لاعب. شوف هنا بقى الخبرات اللي عند بروسيا دورتموند.